مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. النهاردة هتشهد منطقة وادي النطرون انطلاق فعالية قافلة الخير اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبتضم فعالية قافلة الخير توزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية على الأسر الأولى بالرعاية بقرية العزير النائية التابعة لمركز وادي النطرون بالبحيرة. النهاردة هينطلق ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة تحت مسمى Run for Gaza، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة النادي الأهلي أمام فريق شباب لوزداد الجزائري الساعة 9 بالليل على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.